وتوكل على الحي الذي لا يموت
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هاي وكانت النبي جميع عاوز تسمع ليلة فاتت والله
وَإِذَا ذُوقُوا
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا افرغ عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك
وَقَالَ اللَّهُ الْعَلِيُّ